بالنسبة لسيادة رئيس الوزراء إن شاء الله نشوف خير منه إن شاء الله، فنطالبوا بالتعويضات، تعويضات أهل الموصل. أهل الموصل سيادة رئيس الوزراء ترى ضرت حيل انضرت، فاللي نرجو منه كان تعوضنا. بيوتنا انهدت، سياراتنا راحت، عطالين بطالين، ماكو أي إشغال، ماكو أي تعويضات بالموصل، روتيني كله حبر على ورقة، ماكو أي تعويضات لحد الآن. نعم راجعت وقدمت. فاليوم صار لنا 3 سنين متحررنا من داعش، يوعدوك وكل شيء، ماكو اي تعويضات، ماكو له الموصل. كل جيل تروح تجي قد صار لكم مثل المعامله؟ والله اليوم صار لي تقريبا اني سنتين من كملت المعامله، ما جاء اسمي وما جاتني اي تعويضات. لك مبلغ طلعوا كشيء؟ لا ماكو اي شيء. يقول لك روح وبعدين راجعنا، كل ما هذا يدزك يقول لك روح فرد شهر شهرين راجعنا، تروح تراجعوا نفس الشيء، يقول لك ما جتنا اي تعليمات وما جتنا المعامله. نرحب بقناه الموصليه التي هي تسبق الحدث قبل الوقت. المهم ناشد السيد رئيس الوزراء بالتدخل الى مدينه منطقه الزنجلي بصرف التعويضات للاهالي لكي تعودوا الى منازلها، وشتلهم الايجارات بالايسر، ونرجو منه التدخل السريع فوري. احنا نطالب السيد رئيس الوزراء على مود التعويضات، وال هاي مال الاستخبارات ما تطلع بساعة، مال الاستخبارات، واحنا هم يعني بيوتنا تعبانه، سياراتنا اشتعلت، وماكو تعويض لحد الساعه. نروح الراجع يقول روح بعد سنه ارجع، ولحد الان ما كل شيء، ما اخذنا كل شيء من الدوله، يعني لا تعويضات لا شيء، بس وعود وكل شيء ماكو. هو هذا اللي نريده احنا، والعالم ضحك عليه وعلى وضعيته. فالناشد جرحى ومصابين وشهداء، بيوت واقعه كلها هي رايحه، كل شيء ماكو، بس مواعيد وكل شيء ماكو، كله كذب بكذب. الله بدارك. لا لحد الان ماكو، يعني كملنا وسلمنا وما كل شيء، لا تعويض ولا، والله يمكن سنه وشويه على ما كملته. انا بيتي والله ما كامل، يعني بيه متضرر كثير كان. والله ناشد الحكومه السيد رئيس الوزراء انه يلتفت علي العالم ويعوضها وينطيها، لان الناس تعبانه، وهي الوضعيه شغله كورونا انه انتهت العالم فد مره.